sleepy, crooked Joe Biden or laughing Kamala? Laughing Kamala. Cheaters who broke the rules for their own game. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. على ما يبدو أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب سيواجه ترسانة من الأسلحة في وجهه، فبعدما كان يعتمد على سلاحه الوحيد في مواجهة بايدن وهو فارق السن الذي طالما هاجمه به في كل مناسبة تقريباً، الآن يجد نفسه في مواجهة نائبة الرئيس كاميلا هاريس بنفس السلاح الذي استخدمه من قبل. فهاريس تصغر ترامب بأكثر من 20 عاماً، وليس هذا السلاح الوحيد فحسب. هاريس ومن خلفها الديمقراطيون يمتلكون ترسانة من الأسلحة، منها القضايا والإدانات المتلاحقة في حق ترامب التي لم تحسم بعد. لذا يرى محللون أن عامل السن تحديداً ربما يشكل فارقاً كبيراً لدى الناخبين، وهذا ما أكده استطلاع للرأي أجرته شبكة ABC الأمريكية، حيث يرى 60% من الأمريكيين أن ترامب أصبح كبيراً في السن من أن يصبح رئيساً لولاية ثانية. هذه الحقيقة الواقعية يخشى منها الجمهوريون، ومن أن يضطر ترامب لإظهار أسوأ ما فيه بمهاجمة هاريس بأنها امرأة وابنة لمهاجرين، إذ أن أي انتقاد لهذه الأمور قد يكون سبباً في خسارة ترامب للأصوات الحاسمة، لا سيما في الولايات المتأرجحة.